السلام عليكم. رسالة عتاب بعثها الناطق باسم المجلس العسكري، وزيارة مفاجئة إلى مأرب قام بها قائد المجلس الأعلى للمقاومة في تعز. والواضح أن مجمل التصريحات والتحركات تدور حول تعز وما يدور فيها من معارك. التحركات والتصريحات الأخيرة في مجملها تؤكد أن ثمة شيء مسكوت عنه هناك، كما جاء على لسان القيادي في المقاومة حمود المخلافي الذي قال ما نصه: إن هدف الزيارة إلى مأرب شرح وتوضيح لما تعانيه تعز والتعرف على طبيعة المقاومة، وأضاف أن هنالك أشياء سيفصح عنها مستقبلا. إذا ما تعلق الأمر بملف تعز، فهذا الملف يحوي أبعادا سياسية وعسكرية ومعاناة إنسانية وانتهاكات طالت هذه المحافظة التي تقاوم جرائم تحالف الانقلاب منذ عام بإرادة شعبية منقطعة النظير وبإسناد من الشرعية والتحالف العربي، لكنه لم يكن بالشكل المطلوب الذي يمكن تعز من تحقيق الخلاص التاريخي وإنجاز التحرير الكامل للأرض والإنسان ومؤسسات الدولة هناك. فما المسكوت عنه في مقاومة تعز؟ وهل هناك أشياء لم يتم الفصح عنها بعد سياسيا وعسكريا فيما يتعلق بالمقاومة هناك؟ وما هي الرسائل التي تحتويها رسالة العتاب الأخيرة للناطق باسم المجلس العسكري وتحركات قائد المقاومة المفاجئة وتصريحاته الأخيرة التي حملت ما يشبه العتاب الجريح؟ حول هذه الأسئلة ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. دعونا بداية نشاهد هذا التقرير. الهدف هو شرح ما يحصل في تعز. يبدو أن المسكوت عنه في تعز أصبح على طاولة المكاشفات، حيث ظهر ملف دعم المقاومة كواحد من أكثر الملفات التي تواجه الشرعية والتحالف تعقيدا، بل ومصدر تساؤلات لكثير من المتابعين لمجريات الأحداث في تعز. تكشف التصريحات التي أدلى بها القيادي في المقاومة في تعز حمود المخلافي مدى التهاون بإسناد هذه المدينة عسكريا. النصر أو ما وعد هو نائب رئيس الجمهورية، وعدونا كثير وإن شاء الله. ورغم مرونة الإجابة إلا أنها ظلت تحمل معنى واحدا، هو أن تعز لم تحظى بغير الوعود المتأخرة والتي لم تثمر على الأرض شيئا، في حين تشهد تعز مذابح يومية من قصف الميليشيا للأحياء المدنية، ترتفع التساؤلات عن عدم وجود إسناد حقيقي أسوة ببقية المحافظات الجنوبية ومأرب والجوف وشبوة، وتغيب فرص الانتصارات التي تحققها المقاومة والجيش الوطني. تساؤلات فيما إذا كانت قيادة التحالف غير مقتنعة بدور المقاومة، لماذا لا تدعم الجيش الوطني؟ أم يراد أن تظل تعز جبهة استنزاف فعلا، خصوصا أنها تشهد حرب شوارع يومية؟ يقول الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري إن الجيش الوطني في تعز يقاتل جنبا إلى جنب للشهر السادس دون مرتبات، ليضيف: قررنا اليوم أن نوصل عتابنا، ليس ندما ولا هزيمة ولا ضعفا، وإنما نبعثها ونحن أكثر صمودا وأشد قوة في مواجهة الميليشيا. تعيش تعز بفعل الحرب وضعا كارثيا يقابل بصمت وتواطؤ إنساني وسياسي ودولي، حرب وحصار وخذلان يجتمع العسر مرة واحدة لأكثر من عام. إنها تعز المدينة الحاضرة في وجدان اليمنيين والجزء الجامع لهويتهم على تنوعها وغناها. نحن مستعدين، أولا أني مستعد بهاون 82 و150 طلقة، وأنا مهديها للمقاومة في تعز. إلا أنه حين يكون البارود هو لغة الحديث في هذه المدينة، تصبح أصوات المدافع وأزيز الرصاص هو الصوت الأعلى في الحوار بين الموت والإنسان. عودة إليكم مشاهدينا الكرام، وللحديث عن هذا الموضوع سيكون معنا عبر سكايب الناشط السياسي نبيل البيضاني من السويد. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء الخير أختي، وشكرا لك للاستضافة. أهلا بك معنا أستاذ نبيل. بداية، هذه التصريحات والتحركات الأخيرة التي ربما تضمنت القليل من الإفصاح عن بعض الجوانب ولكن الكثير أيضا من العتاب، كيف تقرأها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة تابعت باهتمام هذا المشهد يعني، وما زلت إلى الآن أبحث عن سببية التأخر هذا التأخر حقيقة لا يمكن أن يكون سياسي.
أنا لا أعتقد مطلقا أن هذا الوضع المزري وهذه اللحظات التي نشاهدها الآن والأطفال يقتلوا والنساء يخطفوا والحالة الإنسانية أصبحت مزرية في تعز أن هنالك سبب سياسي. هذه ليست سياسة. ما نراه هذه ممكن أن ندعوها مراهقة. حقيقة ما زال المشهد لا يوجد فيه قائد يستطيع أن يوقف هذه المهازل. ما زال هنالك ضعاف مجموعة من المقاومة الآن وحيدة في تعز بدون أي دعم بدون أي غطاء حتى سياسي حتى إعلامي. لا يتحدث أبداً النخب الآن بأي كلمات حقيقية عن الواقع. هنالك مشكلة حقيقية في البلد. نحن الآن في الحكومة اليمنية وفي الوضع اليمني عموماً لا يوجد هنالك قيادة. نحن نعاني الآن مثلنا مثل أي دولة فقيرة، يعني مثل الصومال مثل أي دولة. يمكن نحن لسنا دولة الآن. هذا الرئيس الذي لا يتحرك، نائبه الذي لا يتحرك مطلقا، هؤلاء النخب السياسية الذي يصعدوا كل يوم ونراهم كل يوم يتحدثوا بنوع من التمجيد لبعضهم البعض من دون أي تحرك على الأرض. هذه مدينة صغيرة جدا لا تحتاج هذه سامحوني لهذه الكلمة، هذه الخزعبلات التي نراها. ما نراه الآن مشهد فوضوي جدا جدا، لا نستطيع مطلقا حتى أن نتعرف على ماهية أو مكنونة المسبب لما يحصل في تعز. نعم أستاذ نبيل، يعني دائما حين نفتح ملف تعز تكون أكثر الأحاديث هي مجرد وعود لقرب التحرير وقرب الدعم، ولكن للأسف يعني ما حدث في الآونة الأخيرة، هناك تصريحات أيضا تحدثت عن الدعم والإسناد والرواتب التي لم يتسلمها يعني من يلتحقون بالجيش الوطني لمدة 6 أشهر. يعني برأيك ما هو التفسير لما يحدث؟ أنا حقيقة أنه أعتقد أن هنالك نوع من الانتقام من هذه المدينة، نوع انتقام من هذه المحافظة ككل، لأننا نعرف عبر التاريخ أنه اليمن كان مرتكز التفكير، مرتكز الفكر، مرتكز الثقافة، كانت تعز. تعز هي من تخرج الإعلاميين، تعز من تخرج المتعلمين، تعز هي بؤرة أي تغيير جوهري في هذه الأرض اليمنية. طيب نظرية الانتقام أستاذ نبيل، إن سمحت لي المقاطعة، يعني كنا دائما من نعلقها على صالح ونعرف مدى حقده الدفين على هذه المدينة ربما الذي تأجج في 2011 واستمر حتى اللحظة، ولكن كيف نفسر مثل هذا الموضوع، موضوع الانتقام من قبل النخب السياسية الحالية؟ هنالك تخوف حقيقة من هذه المدينة، المدينة الوحيدة التي تخرج فيها المقاومة، تخرج فيها المهندس، يخرج فيها الإعلامي، يخرج فيها الطبيب، يخرج فيها المتعلم حقيقة ليرفع السلاح. التخوف الآن هم يريدوا هذا المشهد الذي أراه عموما حتى من النفوذ الدولي، يريدوا مجموعة من الأغبياء والحمقى الذين لا يستطيعون مطلقا أن يغيروا. إذا حملوا السلاح، الدكتور عندما يحمل السلاح غير أن عندما يحمل السلاح جاهل. حقيقة هذا المشهد لا يوحي لي إلا أن هنالك نوع من الانتقام من هذه المدينة، نوع من المراهقة السياسية تمارس على هذه المدينة. مستحيل أن يكون هذا التساؤل في التقرير الذي وضعته، كان التساؤل المخلافي شيء واضح جدا، قال لا أنه سيذهب ليشرح قضيته. هل معقول أن تشرح بعد هذه الصور للأطفال والصور للناس الذي تقتل الآن في تعز؟ هل يوجد هنالك شخص يذهب إلى أن يشرح الموضوع في تعز؟ يعني أنا حقيقة مستغرب جدا. هل وصلنا إلى لا إنسانية في لتعز لهذا الشكل؟ أنا لا أعتقد أنها اعتبارات سياسية مطلقا، أنا أعتقد أنها هرجلة، وأعتقد بأنها لا سياسة. هنالك نوع من الانتقام من هذه المدينة، هنالك رغبة في إقصائها مستقبلا عن القرار السياسي في البلد، الذي يظهر لي والله أعلم أن هنالك عدة أطراف نفوذية تحاول أن تتقاسم الكعكة الآن، ويحاولوا أن يستثنوا فيها تعز عن هذا المشهد. إذن اسمح لنا أستاذ نبيل أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف العقيد عبد الملك الأهدر، رئيس عملية اللواء 35. مساء الخير سيادة العقيد. مساء الخير والعافية، حياكم الله. أهلا بك سيادة العقيد. يعني الناطقة باسم المجلس العسكري وجه رسالة عتاب لما يحدث، تتحدث عن رواتب الجيش المنقطعة منذ 6 أشهر، كيف تعلق؟ والله أختي العزيزة، يعني الرواتب مقطوعة أكثر من 6 أشهر وأكثر من سنة للجيش الوطني، خاصة في محافظة تعز بالذات. نعم، هناك من أبناء تعز العسكريين لم يستلموا راتب الآن، وهم ما زالوا صامدين في الجبهات، ما ندري يعني ما هو السبب لهذه المحافظة بالذات.
هل تم التواصل مع القيادات العليا؟ هل تم وعودكم كما تعودنا يعني أن هناك وعود كثيرة لأجل تعز لا تحقق؟ هذا صحيح، يعني كان وعود قد حصلت، وكان قد رفعنا وطالبنا من رواتب للعسكريين في تعز والغامة، ولكن وعود تذهب في مهب الريح، يعني ما ندري ما هو السبب. المحافظة بدنا المحافظة هذا يعني المضحية قدمت الأرواح من خيرة شبابها وأبنائها للدفاع عن هذه المدينة الغالية. نعم سيدة العقيد، هناك تسريبات تتحدث عن تسلم اللواء 22 ميكا للرواتب، ولكن اللواء 35 لا، ما صحة ذلك؟ اللواء 22 مش يعني هم اتجندوا يعني قريبا هكذا وصرف لهم راتب شان، لكن اللواء 35 بالذات الى الان لم يستلم رواتب، هذا يعني ما هي المسببات لهذا. عفوا يعني استلم راتب شهر واحد فقط؟ يعني هو بدايه يعني على ما علمنا يعني انهم قد استلموا شهر، لانهم هم اللواء اصلا على اتجهز واتدرب يعني افراده في العناد ثم ارسلوا الى تعز. يعني هذا اللواء الذي تدرب فيه مجموعه من الافراد في العنت. ايوه. طيب يعني هل هناك ايضا غياب للاسناد المادي المعنوي؟ يعني نحن نتحدث الان عن عدم وجود رواتب لافراد الجيش ويدافعون عن المحافظه حتى الان، ماذا عن الدعم يعني بالاسلحه من قبل السلطه الشرعيه والتحالف ايضا؟ بالنسبة للدعم يعني هناك دعم من الإخوة في دول التحالف، يعني نشكرهم على ذلك، دعم من الذخائر والأسلحة الخفيفة، لكن مش الأسلحة المتوصلة المطلوبة لهذه المرحلة في المعركة بالذات في تعز. يعني الجيش الوطني والمقاومة الشرعية يقاومون بالسلاح العادي، السلاح كان يشوف الآلي وبعض الأسلحة الخفيفة، نعم مش بالشكل المطلوب يعني. نعم. طيب سيدة العقيد، هناك يعني خلال 6 أشهر لم تتسلموا فيها الرواتب، ربما لم تحدث أي ضجة إعلامية في هذا الصدد وكنتم تعملون بصمت، ولكن بعد أن خرج الآن الموضوع للعلن وللإعلام، هل تلقيتم أي مبادرات أو محاولة لإعادة رواتب هؤلاء الأفراد الذين انقطعت منذ 6 أشهر؟ لا، حصلنا يعني وجود هناك أوامر من الأخ الرئيس عبد الرب المنصور موجهة إلى رئاسه الاركان، ويقول لنا خلال الشهر القادم هذا قد تصرف والله اعلم. نعم، كيف معنويات الجيش وظروفهم؟ كيف يتدبرون امورهم وهم في الجبهه يقاتلون اهاليهم؟ كيف يصنعون في ظل هذه الظروف السيئه؟ والله اختي العزيزه، يعني العسكريين والجيش الوطني من ابناء تعز بالذات يعني في معهم قضية هي الدفاع عن كرامتهم وشرفهم في تعز، تدفعهم ان احنا نقاتل حتى لو جعنا، حتى لو ما حصلنا شيء، لن نعولك لا نقاتل الحاضنة الشعبية والشعبية هذا والابناء، يعني هذا ابناء المحافظة هم اصلا كلهم العسكريين الموجودين في تعز، وهذا يحتم عليهم واجبهم الوطني وهذا الدفاع عن مدينتهم وعن محافظتهم. نعم، إذن شكرا جزيلا لك العقيد عبد الملك الأهدر، رئيس عملية اللواء 35، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة إليك أستاذ نبيل، استمعت بالتأكيد لحديث العقيد عبد الملك الأهدل، وعود تلو الوعود ولا يحدث أي شيء، هناك لواء تسلم راتب شهر واحد فقط ولواء آخر لا، هذه المفارقات والعلامات الاستفهام التي يعني بدأت تكثر وتكثر حول محافظة تعز، كيف يمكن تفسيرها؟ حقيقة دعيني أشكر العقيد عبد الملك الأهدل حقيقة وقبلة فوق رأس هذا الرجل عندما قال في آخر خطابه بأنه لن يستسلموا وأنهم سيستمروا في مقاتلة هؤلاء الأعداء حتى آخرين. فأنا أعتقد هذه هي المشكلة التي ينظر إليها الآخرين، هؤلاء ليسوا بسطاء، هؤلاء عميقين جدا، هؤلاء سيقاتلوا حتى آخر نفس في حياتهم، لذلك هذه النفس يبدو أن هذه الروح يجب قتلها. أنا أعتقد بأن هنالك من يحاول أن يلغي هذه الروح من اليمن، هنالك فكرة، لا أريد أن يعني أزيد أكثر بأن هنالك جزء من المؤامرة، لكن أنا أعتقد بأن هنالك مراهقة سياسية ومراهقة قيادية، مراهقة من قبل النخب، لا يجب مطلقا التعامل بهذه الطريقة الخاطئة. لكن لما يعني تكون هذه المراهقة السياسية التي يعني حد وصفك في تعز فقط، لم تظهر في مأرب، لم تظهر في عدن أيضا؟
جميل. حقيقة أنا أعتقد عدة اعتبارات. أول اعتبار وهو المتعارف عليه أن هنالك في المشهد كله لا يوجد قيادة حقيقية قادرة على إجماع أو أن تكون خلف المقاومة وتستطيع أن تدفعها. في تعز المنطقة الوحيدة التي ظهر فيها القيادة من الشعب، ظهر فيها القيادة المدنية، أكثريتهم مدنيين أختي، نعرف تماما أن المخلافي مدني، أن البقية أيضا مدنيين. كل الأحزاب السياسية في المنظومات السياسية والنخب الموجودة في تعز الآن حتى اللحظة تقاتل جنبا إلى جنب مع المقاومة والجيش، هنالك التحام بين المقاومة والجيش. المقاومة بعد أن دخلت في عملية تحرير للمناطق قدمت المناطق بكل سهولة إلى الجيش. هذا الأداء الراقي جدا أنا أعتقد أن هنالك من يزعجه، هو يريد تعز أن تصبح منطقة هوشلية، منطقة لا تنتمي مطلقا إلى التمدن والتحضر والثقافة الذي نعرفها عن هذه المنطقة. نعم. هنالك اعتبار آخر أيضا، هنالك النخب السياسية للأسف أغلبها من منطقة الهضبة الذي تنظر دائما بنوع من اللا تقدير لتعز أو للمناطق الأخرى. هذه حقيقة يجب أن يفهمها الجميع، حتى وإن تحدثنا أن النفس العنصري ما زال موجود لدى القيادة السياسية في البلد. المنطقة ما الذي، لماذا غضبوا الحوثيين، لماذا غضب صالح، لماذا غضب السنحال، لماذا غضبت حاشد؟ لأن الاعتبار أنهم أتوا برئيس من خارج منطقة الهضبة، هذه حقيقة لا يستطيع أي شخص، ولذلك ينظر إلى تعز أنها منطقة دونية ولا يجب أن تظهر تعز. تعز ستظهر بهذا الأداء الذي نسمعه، بهذه الرجولة التي نراها. تعز الآن موجودة على الخارطة ولا يمكن مطلقا تناسيها. من يعتقد أنه يمكن أن يلغي تعز عن القادم هذا واهم. تعز ستأتي وستستمر وستكون هنالك تعز الثقافية والفكرية القادمة. لا يمكن مطلقا، لا يمكن مطلقا أن يستمر هذا الوضع إلى ما لا نهاية. ستنتصر تعز ثم سيأتي المتعلمين والمثقفين والمفكرين من تعز لكي يقودوا هذه الأمة أيضا جنبا إلى جنب مع كل جميع القادة والنخب السياسية اليمنية. نعم. طيب أستاذ نبيل، يعني لو تحدثنا عن بعد هذه التصريحات، يعني يظهر ربما للمتابع البسيط أن هناك كثير من الأشياء مسكوت عنها في هذه المحافظة سواء عسكريا أو سياسيا. أنت تجد أنه لا سياسة في الموضوع، ولكن هناك من يرى أن موضوع التحالف والانشقاقات التي بداخله يعني هي ربما التي توجه المسألة السياسية في تعز، ما رأيك؟ أنا حقيقة قلت من قبل بأن أنا أتهم النخب السياسية اليمنية بالمراهقة، لأن دائما المراهقة هي الذي أحضرت الحوثي من داخل صعدة، هذا الحوثي المتخلف الذي لا يرى مطلقا، لم يقرأ كتاب ولم يكتب يوما في صحيفة ولم يستطع يوما أن يظهر أمام شاشة بطريقة محترمة، فجأة وصل إلى صنعاء واحتلها هو وأطفاله، حتى قال عنها العميق فك الله أسرها أنها انتفاشة، القحطان محمد قحطان. نعم. الشاهد في الموضوع الآن أنه هذه المراهقة لا يمكن أن أتهم فيها دول التحالف. دول التحالف حقيقة واضحة في استراتيجياتها، واضحة أيضا في 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 أهدافها في المنطقة. أنا أعتقد والله أعلم أن المراهقة هي مراهقة يمنية، هي من قادت الآن وسحبت التحالف إلى أن يصل هذا. كنت وما زلت أعتقد بأن هنالك لا اتفاق بين النفوذ الإماراتي والنفوذ السعودي. نعم. لكن لا أعتقد مطلعا، كان من قبل ممكن أن نصدقه، لكن الآن في هذه المرحلة الحساسة أعتقد بأن هنالك مراهقة يمنية وتأخر حقيقة في العمليات العسكرية لدعم لهذه المنطقة يصاحبها أيضا بعض المصالح، دعونا نقول بكل صدق، المصالح الضيقة. طيب. لقوتنا. نعم. في الحراك الجنوبي. طيب هناك أيضا أستاذ نبيل عند هذه النقطة تحديدا، يعني أن الموضوع ليس فقط يعني مراهقة يمنية كما تفضلت، الموضوع هناك من يجد بأن على العكس تماما لا يد حقيقية للسلطة الشرعية، الأمر كله بيد التحالف، المنفذ كان مفتوح لمدة 10 أيام لدخول الدبابات أيضا عبر عدن التي استوقفت في معسكر هناك، أيضا هناك لا دعم مادي، استمرار الرواتب كلها يفترض أن تأتي من التحالف والتي لم تحدث حتى الآن، كيف تفسر ذلك؟
أعتقد والله أعلم أنه تم دعم بيحان بأكثر من 70 مدرعة. لو أخذوا فقط 10 مدرعات أعتقد لحررت تعز. إذن هذا الدعم من أين يأتي أستاذ نبيل؟ أليس من التحالف؟ أيوة، 70 مدرعة التي وصلت أيضا من الجنوب، ولم تصل أيضا من التحالف. التحالف قد وصل ب 300 مدرعة لداخل وحرر منها تعز. من هذه المدرعات أيضا وصل إلى بيوت داخل يافع، ورأينا الصور ورأينا أيضا الأفلام على الإنترنت، واضحة جدا لكل الناس بأن هنالك مراهقة موجودة أيضا في الجنوب، موجودة لدى فصيل يحاول قدر المستطاع أن يلغي فكرة الوحدة عن طريق إشعال هذه النعرات من جديد. عندما لو استطاع فقط، لا نتكلم عن التحالف، دعونا نتكلم عن الحركة الشعبية والاجتماعية. لو فتحت للناس داخل عدن والله لأتوا الناس بأنفسهم. لو فتح للمغتربين في الخارج أن يأتوا وأن يقدموا المساعدات سيقدموا. هذه تعز ليست بسيطة، هذه تعز من المغتربين في كل العالم، متعلمين وعندهم مقدرة مالية، أفضل التجار وأفضل القوى المالية والقوى الفكرية موجودة في تعز، يستطيع ممكن بكل سهولة أن تجمع الدعم. نعم، تجمع الدعم بكل بساطة إلى تعز عن طريق عدن، لكنه للأسف لم يفتح حتى الباب الاجتماعي. هناك محاولة مراهقات حقيقية ظلت 10 أيام المنطقة مفتوحة ما بين تعز وعدن، ولم يقدم مطلقا أي معونة لتعز، بل تم قتل واستهداف من حاولوا شعبيا، حتى من حاولوا تقديم أقل المساعدات عن طريق الأسلحة الخفيفة والذخائر. هذه حقيقة واضحة جدا للعيان بأن هنالك عدة اعتبارات حقيقة لا أقول أنها سياسية، لأنها أصبحت مراهقة الآن. كنا من قبل نقول سياسية، الآن ليست سياسة، هي مراهقة، لأنه تعز لو سقطت ستسقط عدن، وسيعود شوكة الحوثيين وصالح مرة أخرى وشوكة إيران في المنطقة. نحن نتمنى أن يكون هنالك جزء من العقل الاستراتيجي الذي يخطط حقيقة على الأرض عسكريا بشكل جيد، وهذا الذي نقرأه تمام، أن ينظر أيضا إلى منطقة تعز بقليل من العقلية هذه الاستراتيجية من حيث التحالف. التحالف ما زال الملفات غير واضحة جدا، التداخل كثير في مسألة عدة اعتبارات، لكني في هذه اللحظة سأتوقف تماما عن قول أنها اعتبارات سياسية. هذه اعتبارات أصبحت غير سياسية إلى أن أصبحت اعتبارات بكلها هي للأسف هي أقرب إلى الطفولة وأقرب إلى اللا معقول واللا موضوعي في موضوع تعز. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ نبيل أن تسد المشاهدين أن نذهب لهذا الفاصل القصير، ثم نعود لاستكمال حوارنا في هذا المساء. مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى، معنا أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، هناك سيناريو آخر طرح، لا أدري مدى اتفاقك معه، أن خروج قائد المقاومة حمود المخلافي إلى مأرب وأيضا أبو العباس إلى عدن، ربما هو تمهيد لإعلان قيادة عسكرية جديدة يعني تقود الجيش والمقاومة لاستكمال تحرير تعز، ما رأيك؟ لا أعتقد مطلقا، الشهادة كانت واضحة والقراءة جدا واضحة أن محاولات ضغط فقط إعلامية على الحكومة وعلى التحالف في إسناد تعز. لا أعتقد مطلقا من يريد أن يغير قيادة سياسية أو عفوا قيادة عسكرية وقيادة مقاومة. المقاومة واضحة جدا، المخلافي كان من أيام الثورة في 2011 قاوم المد للمخلوع، واستطاع بكل اجتدار بعد الثورة أن يقدم أو أن يترك كل المناصب ويتجه إلى العمل الأكاديمي. أنا أعتقد بأن هذه العقلية المحترمة كمقاومة لا يمكن لها مطلقا أن تكون مراهقة، فيما إذا قرر حتى هادي أو التحالف تعيين قيادة جديدة عسكرية وتحويل المقاومة أو ولاء المقاومة إليها. الموضوع واضح جدا أن هنالك محاولة من المخلافي وأيضا أبو العباس وكل القوى السياسية في تعز، أنا أتكلم على منطقة تعز فقط، بأنها تحاول أن تضغط على العالم وتضغط على التحالف. التحالف للأسف ينظر إلى هذه المنطقة من رؤية الحكومة، وينظر إلى هذه المنطقة أيضا بحسابات المنطقة العسكرية أو المناطق العسكرية والتحالف.
التحرك العسكري. أنا أتفق بأن هنالك كانت نظرة استراتيجية حقيقية واقعية بأنهم يكونوا جيش، وأثناء التكوين في خلال هذه السنة تم تكوين جيش، هذا الجيش يستطيع أن يفرض السيطرة على الأرض، هذا شيء جيد لكي لا يتحقق لدينا السيناريو السوري أو السيناريو العراقي أو السيناريو الليبي، هذا جيد. لكنه الآن لدينا جيش موجود في تعز، فلماذا لم يقوموا حتى اللحظة في تقديم له الدعم، سواء الدعم بالتسليح الثقيل أو حتى بالتسليح المتوسط؟ نعم. نرى دائما القتال كله عن طريق الأسلحة الخفيفة، وهذا مطلقا لا يعني مطلقا أن هنالك من يدعم هذه المنطقة. نعم. إذا نسمح لنا سيد نبيل أن ينضم في حوارنا هذا الكاتب والمحلل السياسي عبد الهادي العزازي عبر الهاتف من تعز. مساء الخير أستاذ عبد الهادي. يا مساء النور أستاذ عبد الهادي. هناك تحركات وتصريحات في قيادة المقاومة والجيش أيضا أخيرة في تعز، ما الذي تقرأه من خلالها؟ الذي نقرأه من خلال تصريحات الجيش وقيادة المقاومة في تعز أن هناك كادر بشري وهناك إمكانيات بشرية كبيرة وهناك استعدادا كبير لدى كل من المقاومة والجيش الوطني، رغم الإمكانيات الشحيحة جدا التي يعاني منها هؤلاء داخل منطقة كل إمكانياتها استحوذ عليها جماعة الانقلاب. فبالتالي هذه الجماعة لديها الجاهزية الكاملة ولديها خطة محددة ومنظمة، أولا لاحتياجات الجيش والمقاومة، ثم لعملية التحرير، ثم لما بعد التحرير، وهي خطة متكاملة تماما. طوال الفترة الماضية قدم إلى لهذه المقاومة دعم، لكن هذا الدعم كان يجعلها لا تنكسر ولا يجعلها في حالة تفوق تؤدي إلى مسألة التحرير. كانت مهمتها أشبه بحرب استنزاف، ولا زالت أجزاءها المهمة، الخط الذي يتحرك من محافظة إبعة بالتعز إلى منطقة الراهدة لحد لا زالت تحت سيطرة الحوثيين، والمنطقة الساحلية لا زالت التي تمثل المخا الميناء والساحل الغربي لا زالت تحت سيطرتهم، وبالتالي الانقلاب يمارس عملية كماشة على المدينة من الناحية الشرقية والشمالية والغربية ويضعها تحت الحصار. طيب استاذ عبد الهادي، يعني اكثر من عنصر يعني. نعم استاذ عبد الهادي، هل هذه التحركات ارادت ان تظهر للسلطه الشرعيه ان لديها الكادر البشري ولكن لا تتوفر لديها المقاومه؟ هل يعقل انها بعد سنه من خوض معركه كامله في تعز ان القياده لا تدرك ذلك؟ مع الاسف الشديد تم التعامل مع تعز بطريقه مختلفه. البعض منا بدأ يفسر أن تعز منطقة استنزاف للانقلاب. المسألة طالت فوق مسألة الاستنزاف وتحولت إلى استنزاف لتعز نفسها. نعم. على الأثر الشديد الحكومة أداءها ضعيف أو يكاد يكون لا أداء للحكومة، لا إعلاميا ولا أيضا على الأرض. لم يتم حتى إلى الآن مثلا في المديريات المحررة إجمالا تفويض من رئيس الوزراء باستخدام الموارد المحلية، يعني وهو إجراء بسيط جدا في هذه المسألة. أيضا الحكومة ليس لها مكتب فني، ليس لها تواجد على الأرض، حتى الذين ينزلون إلى عدن من الحكومة ينزلون أشبه بضيوف، وبالتالي هم كالسياح يعودون مرة أخرى إلى المقر الدائم في الرياض. الحكومة نفسها لا تستوعب العملية بأبعادها. تعز يعتبر عقدة الكتلة البشرية في المنطقة الشمالية والشمالية الغربية إجمالا. طيب ماذا عن السلطة المحلية الجديدة في تعز، تعيين محافظ جديد، هل هو أيضا بعيد عن كل ما يحدث؟ تعيين المحافظ، والمحافظ اصطدم داخل تعز بأن ميزانية المحافظة تماما مسحوبة ولم يبقى من ميزانية المحافظة سوى الرواتب، ومع ذلك هناك العشرات بل المئات من العسكريين الذين أوقفت رواتبهم مباشرة من المركز من صنعاء. جماعات الأمن أيضا حتى مخصصات السجون أقسام الشرطة، هناك حالة تسعى إلى إظهار المحافظة في حالة منهكة. يبدو أن الحكومة لا تدرك تماما أن تعز مصنفة ضمن التصنيف الدولي كأفقر محافظة في الجمهورية اليمنية، وهي تأتي في رقم واحد من حيث حالة الفقر والإمكانيات وكادر بشري كبير، وهي أصبحت ملجأ للاجئين بأعداد كبيرة
داخل هذه المحافظات، سواء قدموا من المحافظات الجنوبية أو الشمالية أو من المحافظات المجاورة الأخرى. نعم، إذا اسمح لي أستاذ. حتى المساعدات إشكالية فيها، أداء الحكومة يكاد يكون منعدم تماما سوى من بعض التصريحات الإعلامية. نعم، هذا ما تتفق فيه. نعم، هذا ما تتفق فيه مع ضيفي عبر سكايب. ابقى معنا أستاذ عبد الهادي، سأعود إليك. أستاذ نبيل، تتفق أنت والأستاذ عبد الهادي في مسألة أن لا وجود حقيقي للحكومة، أداءها ضعيف، وكما تحدث الأستاذ عبد الهادي أن لا تواجد لديها في الأرض فعليا، حتى حضورها مجرد زيارات والعودة إلى المقر الدائم كما سماه في الرياض. طيب أستاذ نبيل، لو تحدثنا عن النخبة السياسية التعزية ربما المحيطة بالحكومة والرئاسة أيضا، أين دورها؟ هناك كثير من الوزراء من أبناء هذه المحافظة، هناك كثير من المستشارين أيضا من أبناء المحافظة، كثير من المسؤولين ويعني قيادات الأحزاب من المحافظة ويتواجدون بحول الرئاسة. دعيني أغفري لي لهذه التسمية، لكن النفاق السياسي المتجذر والنفاق الوظيفي الموجود ينعكس تماما هنا في هذا المشهد. يعني حقيقة من بعض يعني في شباب من تعز وفي كفاءات من تعز ما زالت خلف صالح، في كفاءات من تعز ما زالت خلف هادي، في كفاءات من تعز حتى اللحظة كوزراء وكمسؤولين لا يتحركوا مطلقا. للأسف الفكرة الأهم وهي الأعمق في أنهم يخافوا من الجماهير، المسؤولين لا يخافوا من الجماهير، المسؤولين فقط يفكروا في من أعلى منهم. الفكرة فقط أصبحت منفعية، هذا ليس فقط على تسقطيها على تعز، يمكن أن تسقطيها على عدن، يمكن أن تسقطيها على البيضاء، على صنعاء، على أي منطقة. النفاق الوظيفي الدائم هو الذي كون جماعات محاباة وجماعات لا ترى مطلقا إلا مصلحتها، هذه هي المصيبة التي نعاني فيها. أنا حقيقة هنا لا أبرر مطلقا وأجعل يعني شباب تعز أنهم هم المتسببين، لا، هنالك نفاق سياسي موجود، هنالك نفاق وظيفي موجود، هذا النفاق أدى إلى ما وصلنا إليه. لا يستطيع مطلقا أن يتكلم ولا يستطيع أي شخص أن يتحرك، إذا حتى تحرك في نطاق منفعته فقط. يعني الوضع جدا مزري. لذلك كنت أتفق مع زميلي هنا الأستاذ عبد الهادي بأنه المسألة أصبحت هنا ليست أبعاد سياسية، نحن نتحدث على أبعاد عبثية مطلقا. نحن لا نتحدث الآن على 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 فكرة سياسية ونقول لا وسنحلل، لا نستطيع التحليل. أنا متأكد أنه بكرة سيكون موضوع مختلف، قد يأتي الدعم، لكن يأتي الدعم بعد أن يقتل ناس، بعد أن تستهلك المنطقة نفسها، بعد أن يوجد صراع جديد آخر في المنطقة. أنا متأكد أنهم ينتظروا إلى المقاومة أن تنشق ويحصل شيء داخل تعز، لكنه هذا الأداء الراقي من السلفيين، من الإصلاحيين، من الناصريين، من الاشتراكيين، من كل الأبعاد السياسية والأبعاد الاجتماعية، أدت أن الكل يستغرب على هذه وحدة حقيقية. هنالك موضوع آخر، وهنا سأتحدث بسياسة قليل، أن هنالك إرادة حقيقية لبعض أصحاب النفوذ لإخلاء هذه المنطقة من السلاح، هنالك إرادة حقيقية لتسليح الحراك وجعله مشكلة قادمة بالنسبة لنا. المشكلة اليمنية أعمق، نحن كل ما نخلص من قضية أو مشروع يأتي مشروع بديل، المشروع البديل القادم هي القضية الجنوبية. هذه المراهقات التي نسمعها الآن التي تخرج عن طريق الأعلام والإهانة والسباب والشتام الذي نسمعه في كل مكان الآن، هي محاولة لتأجيج الكيانات الاجتماعية، وهنالك محاولة حقيقية لإخلاء هذه المنطقة من أي قوة تستطيع أن تردع أو تستطيع أن توقف هذه المشاريع التي تستنزف اليمن. طيب يعني أنت تجد أستاذ نبيل أنه يعني دور النخبة السياسية كما أسميته نفاق سياسي أو محاباة حول هذه المسألة، يعني هم لم يستطيعوا إجراء أي عمل فيما يخدم قضية أبنائهم بهذا الشكل، يعني هناك لا يوجد تنسيقات ولا لقاءات ولا أيضا بيانات بهذا الصدد؟ أنا حقيقة أقولها بصدق، أنا لست من تعز لكني أحب هذه المنطقة. أنا لو كنت من البيضاء ويحصل الآن ما يحصل وأنا مسؤول، لن أستطيع مطلقا أن أستمر بجانب لا بحاح ولا أستطيع أن أستمر بجانب هادي، ولا حتى أن أكون في الرياض مع إخوتنا في التحالف. هذه المنطقة الآن يتم انتهاكها،
هنالك لا نقول مؤامرة، هنالك مراهقة، لا يوجد مطلقا. إذن اسمح لي أن أنقل فكرتك هذه أستاذ نبيل ضيفنا الآخر عبر الهاتف الأستاذ عبد الهادي. أستاذ عبد الهادي، يجد الأستاذ نبيل أنه لا سياسة حقيقية فيما يحدث في تعز، الأمر مجرد مراهقة سياسية، عدم وعي لما يحدث أكثر، وأيضا يلوم النخب السياسية المحيطة بالحكومات التي بالحكومة والرئاسة يعني التي لم تقدم أي دور حقيقي، ووصفها ب يعني من تقوم بعمل نفاق سياسي لا أقل ولا أكثر. ما رأيك؟ بالنسبة للكلام الذي طرحه الأخ نبيل، أعتقد أن كل من المحافظات الجنوبية وتعز وعب والحديدة حالتها لا يختلف عن وضع سوريا في عام 1958، مجتمع تعرض للاستبداد، النقب السياسية ارتبطت بمصالح مع جماعة الانقلاب، رأس المال جرى السيطرة عليه ضمن 80% الذي استطاع صالح أن يكوش عليها طوال فترة حكمه وأن يبني مجموعة من الأسر هيمنت عليها، فبالتالي هو يمتلك جيش ويمتلك رأس المال، وأصبح الحوثي يشكل غطاء ديني. هذه المنطقة ومجموعة المقاومة في تعز ومجموعة القوى السياسية هي الحالة الأكثر نضوج مقارنة ببقية مناطق الجمهورية، وهي التي يمكن المراهنة عليها. هنالك أطراف تسعى إلى هزيمتها وهزيمة الشارع المنتفض. نعم، هل تقصد أستاذ عبد الهادي، هل تقصد محافظات الهامش التي تعرضت يعني لتهميش المركز؟ تعرضت هي لتهميش المركز، وتعرضت لاستبداد على مدى طويل أكثر من 3 قرون من حالة الاستبداد والهيمنة للأسرة الزيدية إجمالا، ومن ثم لحالة النهب، لحالة السطو. هذه أوجدتهم شبيهة بالمجتمع الكوري التي عانى منها الأمريكان كثيرا فيما بعد إيقاف الحرب الكورية، وبالتالي وجد مجموعة دمرت حتى بنيتها النفسية. هذه الجماعة التي تقاوم في تعز أغلبها في سن الشباب، وهؤلاء ربما متحررين جدا، لم يكونوا جزء من المصالح. هناك غياب لرأس المال، هناك غياب للطبقة السياسية أو ما يمكن نسميها بالنخبة السياسية من تعز، أغلب قسم منها إما وقف على الحياد ولا أعرف ما أسمي حالة الحياد، والقسم الآخر بعضهم كان يطرح طريقا ثالث الخوض في مصالحة. هؤلاء يدافعون عن مصالحهم، مجموعة كبيرة منهم، وحتى رأس المال أصبح مرتبط بالسلطة. الجماعة المتحررة والتي يمكن أن يراهن عليها فيما بعد، وهي المسألة الخطيرة، هي جماعة المقاومة. هناك فعلا نضوج سياسي لدى كل الأطراف في تعز. المقاومة القائمة بتعز منضبطة ولديها قدرة على الانضباط مقارنة بالمحافظات الجنوبية وبغيرها، لكن ربما هناك إرادة من كلا الطرفين، سواء في الشمال من جماعة الانقلاب أو مع الأسف الشديد الإخوة في الجنوب، أن تظل تعز منطقة منزوعة السلاح، أو تظل المنطقة التي يمكن في حالة أن تصبح مسلحة وتقود عملية تحرير وتقود انتصارا نفسي، قد تكون هي الحربة التي تجر قطار الشرعية فيما بعد، وهي المراهن عليها كما يطرح كل التحاليل. نعم أستاذ عبد الهادي، إذن يعني بحديثك عن المقاومة، يعني هل تجد أن هناك ربما تغييرات في يعني أو إعادة يعني مسميات جديدة لقيادات عسكرية جديدة في المحافظة؟ هذا الموضوع طرحته قيادة المقاومة على الرئاسة، قالت أكثر من مرة عينوا من تثقون، إن كنتم لا تثقون بنا ولا تثقون بالقيادة العسكرية عينوا من تثقون به، ونحن سوف نعمل كعسكر خلف هؤلاء، سوف نتنازل جميعا، لكن يجب تحرير المحافظة. صالح والحوثيين يراهنون أن هذه المنطقة لو أعيد الحصار عليها وهنالك حوالي 500,000 بني آدم محاصرون، يمكن أن تشكل ورقة ضغط قوية من أجل الدخول في مفاوضات في حالة إعادة الحصار. استطاعت تعز أو استطاعت مقاومة تعز أن تكسر حالة الحصار، وبالتالي لم يسعفها أحد سوى 2، يسعفها التحالف بواسطة تغطية قوية كبيرة جدا، وأسعفها المولى عز وجل بالأمطار طوال فترة تحريرها للثلاثة الأيام. هذه الإسعافات الكبيرة التي تلقتها، لكن لا يزال جرحى تعز بدون علاج، ويتعرضون لإهانات وامتهان مقيف في المناطق الجنوبية، ولم يجري تأهيل مستشفى واحد رغم وجود مستشفيات كبيرة
في المديرية المحررة كمستشفى خليفة العام في مديرية الشمايتين بالتربة ومستشفى في النشمة، ويمكن إقامة مستشفى مجاني. لا مشكلة في الكادر، لكن هناك مشكلة في الأجهزة والمعدات، وهذه ربما مبلغا بسيط يمكن. نعم، إذا أستاذ عبد الهادي، الرواتب المقاومة. نعم، يعني أستاذ عبد الهادي، كثير من المشاكل التي استوجب الناس بالحصار، استوجبوا ماديا، الناس صمدت لمدة عام كثر الله خيرها، لكن أين الحكومة التي أصبحت لديها أكثر من 60,000 اليوم في المملكة العربية السعودية كلاجئين من النقاط؟ لو عاد المرافقين خلف هذه النقاب لأمنوا 4 محافظات في الجانب الأمني وغيره. هناك حالة من العبث، من سوء إدارة الإمكانيات، من سوء دمج إمكانيات المحافظة المحلية والمقاومة والحكومة مع إمكانية التحالف، يمكن أن تحدث مدى أو تغيير غير عادي، لكن هناك سوء في الإدارة إلى أسوأ حد ممكن. نعم، إذا أستاذ عبد الهادي العزازي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. أعود إليك أستاذ نبيل، كثير من النقاط التي طرحت والتي تتفق فيها مع الأستاذ عبد الهادي، ولكن إذا يعني نحن نتحدث عن مشاكل حقيقية، عن سوء إدارة للحكومة الشرعية، ما الحل؟ هل ستظل تعز تنزف بهذا الشكل؟ حقيقة أنا أعتقد أنه بالتأكيد سينتج هذا الضغط الذي يمارسه الآن قيادة المقاومة سينتج حلا. يعني حقيقة الموضوع ظهر الآن للعالم كله، أصبحت إذا كنا بأن هنالك عبث موجود عن طريق النفوذ الإماراتي في الجنوب، فيظهر الآن جليا بأنه السعوديين والنفوذ السعودي واضح، والاتجاه السعودي في أن هذه يجب أن تحرر. لكن أنا حقيقة كما أتفق أيضا مع الأستاذ عبد الهادي بأن هنالك عبث، أو دعونا نقول هنالك لا مقدرة إدارية، يبدو بأن هنالك حقيقة مشكلة حقيقية كفائية موجودة، أو كفاءة القيادة التي تعمل الآن في الجيش تحتاج أن تراجع. إذا لم تستطع مطلقا أن تمد بقليل من المدرعات وقليل من الأسلحة الثقيلة لتعز، فما معنى أنك جيش؟ إذا غدا كيف ستقاوم هذه المنطقة إذا تحولت؟ أنا حقيقة أنا أعتقد أن هنالك رغبة في عدم تحويل الحوثيين وصالح إلى مقاومة، لأنه إذا نجحت تعز وتحررت وتحررت إب، ثم تحول الجميع إلى صنعاء، سيتحول هنا المشهد، سيصبح أن المقاومة دولة، والدولة تصبح أو كما يقول الجيش اللي موجود لدى المخلوع سيتحول إلى مقاومة. أعرف هذا تمام السيناريو، لكن بما أنه هنالك في اتفاقات نراها الآن سياسية، وهنالك في إرادة حقيقة يظهر بهذه أنها استراتيجية طويلة الأمد لكي ترضخ الحوثيين لحالة من التنازل، الذي نراها الآن بأنه هنالك لا تطبق أيضا هذه. يعني واحدة من أهم الأسئلة الذي نريدها، هل هذه تعز ومقاومتها تقاتل مع التحالف؟ إذن لماذا لا تدعم؟ هل التحالف يريد حقا تحرير اليمن؟ إذن لماذا لا يدعم تعز؟ يعني هي هذه الأسئلة الغريبة والاستفسارات التي نبحث عليها لا نجد لها إجابات، بل نجد لدينا حقيقة أكثر من سيناريو، لدرجة أنه لا يستطيع مطلقا أي شخص أن يحلل بكل بهذه السهولة، لذلك أنا أسميه عبث. إذن يعني هل تتوقع الأيام القادمة أستاذ نبيل في أقل من دقيقة كفيلة بكشف الكثير من علامات الاستفهام أو الإجابة عليها في قادم الأيام فيما يخص تحرير تعز؟ بلا نقاش، كما حصل في عمران وافتضحت لنا الأمور ورأينا من المتسبب وعرفناه وقدرنا أن نتحدث أنه هو، أنا متأكد بأنه عندما تنتهي هذه الحرب أو تنتصر تعز ستفتح كل الأوراق وسيعاقب كل مجرم. المجرم لم يكن فقط في الاتجاه الآخر المخلوع ومن معه، ولكن لدينا أيضا مجرمين صامتين كانوا يتفرجوا على القتيل ولم يتحدثوا أو يتحركوا مطلقا، وهؤلاء لن يفروا مطلقا من العقاب، والأيام بيننا بإذن الله. إذن إلى أن تكشف هذه الأسئلة ستظل تعز
ربما علامة الاستفهام الكبرى كما تحدثنا من قبل، والتي سنظل نتابعها حتى تفرج عنها. شكرا جزيلا لك الأستاذ نبيل البيضاني الناشط السياسي، كنت معنا عبر سكايب من السويد. الشكر كذلك للضيوف الذين كانوا معي عبر الهاتف، العقيد عبد الملك الأهدر رئيس عملية اللواء 35، وكذلك الكاتب والمحلل السياسي عبد الهادي العزازي. وشكر كذلك لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. لن نلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.